بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قلنا بأن من بلاغة القرآن الكريم أن القرآن عندما تحدث عن قصة أصحاب الكهف ذكر قصتهم مجملة في 4 آيات، ثم ذكر قصتهم مفصلة في 14 آية، وهذا من بلاغة القرآن الكريم أنه يذكر الأول القصة مجملة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. في هذه الآيات ذكر القرآن القصة مجملة، ذكر إيواءهم إذ أوى الفتية إلى الكهف، ذكر دعاءهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، ذكر نومهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ذكر إيقاظهم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم فصل القرآن قصتهم فذكر جانبا من صفاتهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ذكر أيضا جانبا من ثباتهم على الحق، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ذكر القرآن جانبا من انشراح صدورهم ومن تفاؤلهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، استبشار، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ذكر أحوالهم بعد في الكهف بعد نومهم، وجانبا من رعاية الله سبحانه وتعالى لهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أعطاهم الله الهيبة لا يستطيع أحد أن يقترب منهم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد في الكهف أو على باب الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ذكرنا كل ذلك بالتفصيل في الحلقات السابقة. نبدأ حلقة اليوم بقول الله عز وجل: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما
فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الآيات السابقة بيّنت جانبا من رعاية الله سبحانه وتعالى له، بيّنت أن الله أرسل عليهم النوم فناموا تلك المدة الطويلة 300 سنة وتسعة، كما بيّن الله ذلك في آيات الآيات الآتية. هنا بيّن الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الفتية بعد أن أعاد إليهم الحياة، ثم حكى سبحانه حال هؤلاء الفتية بعد أن أعاد إليهم الحياة، فذكر بعض أقوالهم فيما بينهم، فماذا قال؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ويبقى تقدير الكلام كما أرسلنا النوم على هؤلاء الفتية 300 سنة وتسعة، كما أرسلنا النوم عليهم تلك المدة الطويلة، أيضا أرسلنا عليهم اليقظة، كما أنمناهم تلك المدة الطويلة بعثناهم من نومهم بعدها لما ليسأل بعضهم بعضا. 300 سنة وتسعة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. ماذا قال بعضهم لبعض؟ قال قائل منهم، واحد منهم، كم لبثتم في النوم؟ رد عليه جماعة منهم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني يا إما 24 ساعة يا إما أقل من 24 ساعة. وكأنهم عندما استيقظوا، إذا كانوا قد ناموا مثلا في أول النهار عند مطلع الشمس، عندما استيقظوا وجدوا الشمس لسه ما غربتش. هذه يوما يعني 24 ساعة، أو بعض يوم يعني عدة ساعات. ده القسم الأول منهم. جماعة تانيين قالوا يا جماعة ما تتحدثوا، لا حديث في مسألة عدد الساعات وعدد النوم، اتركونا من هذا الكلام. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الحزب الثاني أو القسم الثاني منهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. احنا ما نعرفش نمنا 10 ساعات ولا 24 ساعة، اتركوا هذه المسألة، واحنا جعانين عاوزين ان نأكل. قالوا لبثنا يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، ده الفريق الثاني، وقال لهم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يبقى نأخذ من هذه الآية أن أصحاب الكهف عبارة عن 3 فرق من هذه الآية. الفرقة الأولى يمثلهم واحد اللي هو قال لإخوانه كم لبثتم. القسم الثاني قال لبثنا يوما أو بعض يوم. القسم الثالث قالوا اتركوا الحديث في هذه المسألة، ربكم أعلم بما لبثتم. أخذ بعض العلماء
أن عدد هؤلاء الفتية كان كام يا أخوانا؟ سبعة. كان سبعة. ليه؟ السائل واحد، والقسم الأول عبارة عن ثلاثة اللي قالوا يوما أو بعض يوم، القسم الثاني اللي هو وده اللي جاي هتفسره الآية بعد ذلك، القسم الثاني قال ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم، معنى بورقكم يعني بنقودكم الفضية، الورق اللي هو إيه؟ الفضة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني يشوف الطعام الحلال النظيف الخالي من الشبهات. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يقصد بالمدينة إيه؟ المكان اللي هم خرجوا منه. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه إيه؟ آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني بقطعة من هذا الطعام الجيد، وليتلطف. اللي بتبعتوه هذا يكون إنسان حذر، مش عاوزينه ان هو يعرف حد بمكانه، هذه معنى وليتلطف. ولذلك قال بعضهم وليتكلف اللطف في الاستخفاء والدقة في استعمال الحيل، حالة دخوله المدينة وحالة خروجه ايه منها، حتى لا يعرفه احد من ايه من اهلها. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هاتين الآيتين تصوران مشهدا جديدا. المشاهد السابقة كان حديث عن نومهم، أليس كذلك؟ وحديث وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، حديث وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن إيه؟ عن كهفهم ذات اليمين. هنا الآيتين بتحكي أنهم بعد هذا النوم الطويل ولبثوا في كهفهم 300 سنين، تبين لنا عندما استيقظوا ماذا قال بعضهم لبعض. واحد منهم سأل كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. القسم الثاني قال اتركوا الكلام في هذه المسألة ونبعت واحد منا علشان يأتينا بطعام لنأكل، وعليه عندما يذهب إلى المدينة ليشتري الطعام أن يختار طعاما حلالا رزق طيب، وليتلطف يعني بحيث لا يعرف أحد أحوالنا ولا هو يخبر أحد بأحوالنا، لأن القوم إذا عرفوا مكاننا إنهم إن يظهروا عليكم يطلعوا عليكم يرجموكم بالحجارة أو يحاولون أن يعيدوكم إلى إيه؟ إلى ملتهم، ولو عدتم إلى ملتهم لن نفلح إيه؟ أبدا. واضح هذا الكلام؟ انتقلت السورة الكريمة إلى مشهد جديد. هذا المشهد الجديد أن أهل المدينة عرفوا مكان إيه؟ أهل الكهف. وعبر القرآن عن ذلك بقوله وكذلك عثرنا عليهم كما أنمناهم
300 سنة وتسعة وأيقظناهم وكذلك بعثناهم إيه ليتساءلوا وأنمناهم فضربنا على آذانهم في الكهف كما أعدنا إليهم الحياة وتساءلوا أيضا أهل القرية أو أهل المدينة أعثرنا عليهم هيأنا أهل المدينة لكي يعرفوا مكانهم وكذلك أعثرنا عليهم لما؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا مشهد جديد. طيب كيف أتى هذا المشهد؟ الآيتين السابقتين عرفنا بأن الله تعالى يقول فيهما ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما ذهب هذا الشخص واشترى الطعام وسلم النقود لمين؟ للبائع فالبائع أول ما مسك النقود قال إيه النقود دي؟ ده هذه النقود لها إيه؟ تاريخ مئات السنين وجراح التجار اللي عنده في البلد شو انت شفت الراجل ده اللي ادانا ايه اداني فلوس الفلوس دي مش العملة بتاعتنا دي عملة قديمة عملة ايه قديم امسكوا به وقالوا له انت جبت الفلوس دي من فين فقال لهم ده احنا انا واحد وانا ليا زملاء والزملاء في مكان كذا فطبعا راحوا أعلموا اللي هو ملكهم أو عمدتهم اللي هو رئيس المدينة فرئيس المدينة جمع اللي معاه وكده وراحهم علشان يشوفوا مين يشوفوا إخواننا دول اللي هم أهل إيه الكهف أدي معنى وكذلك أعثرنا عليهم ولذلك قال المفسرون في تفسير هذه الآية وقد ذكروا في كيفية إطلاع الناس عليهم روايات ملخصها أن زميلهم الذي أرسلوه بالدراهم إلى السوق ليشتري لهم طعاما عندما وصل إلى سوق المدينة عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من نقود لكي يأخذ في مقابلها طعاما فلما رأى البائع النقود أنكرها قال له هذا مش العملة بتاعتنا وفي الوقت نفسه أخذ يطلع التجار اللي هم زملائه على هذه النقود فقالوا له للي هو اللي من أهل الكهف اللي رايح يشتري الطعام أين وجدت هذه الدراهم فقال لهم بعت بها وأنا من أهل هذه المدينة وقد خرجت أنا وزملائي إلى الكهف خوفا من إيذاء المشركين لنا يقول لهم أنا اشتريت طعام والفلوس دي معي وفيها وأنا وزملائي كنا خرجنا علشان خاطر هم يعبدون الأصنام ونحن نخلص العبادة لمين لله عز وجل هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فأخذوه إلى ملكهم وقصوا عليه قصته فسر الملك به وذهب معه إلى الكهف ليرى بقية زملائه فلما رآهم الملك رأى السبعة ونايمين وصحيوا فلما رآهم